I think I would say that's a kind of Nordic. But now we are, that's where we are in terms of, even it seems. التجربة الجزائرية بدأت في القرن 19. أكبر عملية قام بها جزائري هو الأمير عبد القادر في سوريا. كان هناك اقتتال بين الإخوة السوريين، والأمير عبد القادر استطاع بفضل الحكمة نتاعه أنه هو ينهي النزاع. كان هناك صراع في سنة 77 بين مصر وليبيا، هو ريبو مدين رحمة الله عليه استطاع أنه هو ينهي النزاع ويوصل الأطراف إلى اتفاق. في وقت ما كان اليمن يمنين، يمن الجنوبي واليمن الشمالي، وكان هناك بينهم صراع، والجزائر تدخلت وأنهت الصراع. I have worked with the, as I have been a diplomat before, and I have worked with many Algerians. كدبلوماسي سابق أعتقد أن الجزائر لها دور هام في دفع عجلة السلم من خلال خبرتها في هذا المجال. كنت سعيدا جدا للعمل سويا مع زملاء جزائريين، وأقدر كل المساهمات المبذولة من طرفهم لدفع عجلة السلم.